رجعنا من جديد. نعم. ومنرحب بكل الأشخاص اللي عم يتابعونا ولنضموا إلنا لمتابعة برنامج يوم جديد. إبراهيم من الأشخاص اللي بحبوا الرياضة يعني، فعندك الموضوع. أنا من جديد صرت أحب الرياضة، يعني بحاول أخليها نظام حياة زي ما تحكي، وهي مهمة صراحة لأنه بتساعد، غير عن الموضوع اللياقة، بتساعد لتخفيف التوتر شوي والضغط اللي الإنسان بيشعر فيه خلال يعني مسيرة حياته. أكيد. نعم. مهمة فعلا. طيب عشان هيك، لأنها مهمة جدا وتمارين المقاومة مهمة جدا، رح يكون معنا الكوتش حمزة السحوري والكوتش محمد أبو طوق ليقوموا لنا ببعض التمارين اللي بتختص بالمقاومة، وأيضا رح تعرف على أهمية هذه التمارين. نعم. من الأشخاص اللي لازم يعملوها والأشخاص اللي لازم يبتعدوا عنها. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير إليك. صباح أهلا. صباح الخير. صباحكم. صباح الرياضة. وإن شاء الله اليوم رح نعمل تمارين مقاومة زي ما تفضلتي. راح تكون تمارين المقاومة هاي لجميع الأعمار، للأشخاص اللي بيقدروا أو ما بيقدروا يروحوا على الجيم، حتى اللي بيقدروا كمان بيقدروا يعملوها. هاي التمارين راح نستهدف فيها تكون تمارين مركبة، نشغل فيها وحدات حركية أكثر عشان نعمل على حرق سعرات حرارية وتحريك الجسم. يعني إحنا فترة كورونا الكل وقف الرياضة، الكل عانى من زيادة وزن، فإحنا راح إن شاء الله نعمل هاي التمارين عشان نحرق سعرات حرارية. تفضل كوتش، يلا الهواء معكم. يلا. كالعادة احنا دائما في اي تمرين رياضي راح نبلش باحماء خفيف، نعمل جري في المكان، نرفع حرارة الجسم. طبعا رفع حرارة الجسم بيؤدي الى ضخ دم، نرفع النبض عندنا، بالتالي بحسن الانقباضات العضلية. اوكي. التمرين الثاني هو جامبنج جاكس، هنعمل 20 ثانية رفع حرارة الجسم زي ما حكينا. نحاول ننظم النفس أثناء التمرين. أوكي. التمرين اللي بعده راح أسوي لك كير. ننظم النفس. اوكي. التمرين الثاني راح نعمل تبادل رفع الركب. اوكي. هسه راح نعمل احماء خاص للعضلات المستهدفه، راح نهيئ العضلات للتمرين، هي الأوتار والأربطة. هون نشتغل على الأبر بادي. أوكي. التمرين اللي بعده راح ننزل نلمس الأمشاط، نطلع لفوق. هون راح نشتغل على اللور بادي، خاصة العضلات الخلفية في القدم. رح نشغل هسه على العضلة الفخذ الأمامية، رح نعمل على إحماء خاص هيئة للتمرين. نحاول نشد المشط وركبة أسفل الحوض. أوكي. رح نبلش تمريننا اليوم، تمرين أساسي ومتعارف عليه، ولكن رح نضيف عليه حركة البريس إلى الشولدر. رح نستهدف عضلات الفخذ الأمامية وعضلات الأكتاف. هنبلش بسكوات ونعمل شولدر بريس. سكوات شولدر بريس. هذا التمرين راح نستهدف فيه عضلات الفخذ الأمامية وعضلات الأكتاف. للأشخاص اللي ما بيستطيعوا تأدية هذا التمرين، نقدر نحط كرسي ورانا، نقعد نرد نوقف. والأشخاص اللي ما عندهم دامبلز في البيت بيقدروا يستخدموا أوزان سهلة الحمل متوافرة في البيت. راح نشغل 15 تكرار لكل تمرين. آخر عدة. ستوب. بين كل تمرين وتمرين نقدر نريح ونقدر نستمر في الأداء.
التمرين الثاني راح نكون جرينا تحت الحوض، صدرنا لفوق وكبنا شوي مثنيين، راح ننزل لتحت نعمل سحب راح نطلع. هذا التمرين راح نشتغل فيه على عضلات الخلفيه في القدم، راح نشتغل فيه على ظهر عضله الظهر، واحنا نسحب هيك راح نشتغل على عضله الظهر بس نطلع العضلات الخلفيه. حاول نظم النفس، ظهرنا باستقامه. زي ما حكينا راح نشتغل 15 تكرار في التمرين. لا ننسى ننظم النفس، نكون ظهرنا باستقامه، ثاني بسيط بالركب، اخر تكرار. اوكي، التمرين اللي بعده راح يشتغله كوتش محمد من الارض من وضعيته. تمام، تفضل كوتش. راح نشتغل على عضلة الجلوتس وعضلات الجست، تفضل. راح نعمل على الهب اكستنشن والجست بريس. هون راح نشغل بشكل ثابت عضلة الجلوتس وبشكل متحرك عضلات الجست. هاي التمارين راح نحرق سعرات حراريه كثيره لانه بنشغل وحدات حركيه اكبر. نحاول ننظم النفس في التمرين، هون بنشغل مجموعات عضليه كبيره مثل عضله الجلوتس وعضله الجست. اخر تكرار ستوب. التمرين اللي بعده راح نستهدف عضلات الذراعين، راح نعمل كيك باك وبايسبس كير. هنبلش بكيك باك، نعمل عدة كيك باك طلع بايسبس كير، كيك باك وبايسبس كير، كيك باك بايسبس كير. هون راح نستهدف عضلات الترايسبس في هاي التمرين والبايسبس كير عضلات البايسبس. كيك باك بطلع بايسبس كير، ما بنسى انظم نفسي في التمرين. آخر عدة، ما ننسى نهتم في تمارين الكور لأنها مفيدة للجسم. فآخر تمرين راح يكون معنا هو تمرين البلانك من وضعية السلقاء. راح أعمل دقيقة واحدة تمرين للكور. نتجنب التمرين مباشرة تحت أشعة الشمس.
يعني كوتش حمزة السحوري ومحمد أبو طوق، شكرا جزيلا. تمارين فعلا حلوة بسيطة، ومهم دائما الاسترتشنج آخر التمرين عشان الواحد ما يصحى ثاني يوم. صحيح. يعني يعاني تمارين الإطالة من الإصابات. صحيح صحيح، هاي التمارين أنا بنصح فيها دائما. نعم. الأشخاص اللي ما عندهم وقت يتمرنوا، أنا بنصح فيها الأشخاص إنه بتحرق سعرات حرارية. الأشخاص اللي بيشتغلوا شغل مكتبي بيعانوا من وزن زائد، بتناسبهم هاي التمارين، نقدر نضيف عليها تمارين ثانية تخفف الوزن وتمارين مدتها قليلة. صحيح. هلا تمارين الإطالة، سوري إبراهيم، هلا تمارين الإطالة بتحرق سعرات حرارية؟ لا، تمارين الإطالة هي ترجع الوضع العضلي لمكانه عليه. اوكي لا، هي بشكل عام التمرين نفسه. كيف ركزتي بالستريتشنج؟ قالت لك كل يوم بعمل ستريتشنج، بركز اموري تمام. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه.